دلوقتي مشاهدينا جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها طبعا انطلاق البورصه المصريه للسلع. هيبدا النهارده تداول بطرح كميات كبيره من القمح لبيعها الى المطاحن. كمان النهارده هيتم تنظيم المؤتمر الافريقي العاشر عن التشغيل الامن لمفاعلات الابحاث النوويه، بالاضافه لان في 4 مباريات قويه جدا في اطار الجوله الثانيه لدور المجموعات بكاس العالم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالبورصة المصرية للسلع هتفتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها للمطاحن عبر البورصة دي، واللي بتهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل وتوفير الحماية لصغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار الأسعار. النهاردة هتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قطاع أفريقيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية المؤتمر الإفريقي العاشر عن التشغيل الآمن والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية. النهاردة هتنظم جامعة القاهرة معرض ملابس للطلاب بمقر قاعة الامتحانات، ومن المقرر أن يضم المعرض ملابس جديدة ومنتجات جلدية وغيرها من المستلزمات، وده من أجل إتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية للطلاب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. لعشاء كأس العالم النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعتين الخامسة والسادسة من كأس العالم. هيلتقي منتخب اليابان مع منتخب كوستاريكا الساعة 12 الظهر، ومنتخب المغرب مع منتخب بلجيكا الساعة 3 العصر، ومنتخب كرواتيا مع منتخب كندا الساعة 6، وكمان هيلتقي منتخب أسبانيا مع ألمانيا الساعة 9 بالليل.